السلام عليكم. أهيو. اليوم سأعطيكم أقوى شخصيات فالورنت بالترتيب للتحديث 3.09 أو الأكت 3 في الإبسود 3. في حال كنت جديد على القناة مرحبا، أنا ستيورغ وقدم فيديوهات فالورنت ليج جينشين امباكت وأشياء أخرى كثيرة. في حال كنت تعتقد أن يستاهل الدعم فاشترك في القناة وضع لايك. المهم سيتم ترتيب الشخصيات كالعادة من الدي تير واللي فيها أضعف الشخصيات واللي بالفعل تحتاج لتقوية إلى أن نصل إلى الأس بلاس تير واللي فيها أقوى شخصيات اللعبة واللي تحتاج تضعيف، يعني من الأضعف إلى الأقوى. ولكن إذا كنت تريد الحصول على عملات الألعاب مثل Valorant Points, Riot Points وGift Cards مجانا عن طريق اللعب فقط، يمكنك استعمال برنامج Buff Game وهو صديق الجيمرز، حيث تحصل على الألعاب والGift Cards مجانا عن طريق لعب الألعاب التي أنت تحبها. ستكون هناك تحديثات قادمة للبرنامج قريبا، والبرنامج لا يستعمل شيء من البي سي خاصة ولا يقوم بأي مايننج، وهو موثق من الشركات المعروفة. يمكنكم تحميله من الرابط في الديسكريبشن والحصول على 30 نقطة مجانية. أيضا في حال كنت تريد فهم البرنامج يمكنك مشاهدة فيديو شرح البرنامج في القناة، وهو أحد أنجح الفيديوهات لدي والذي أعجب الكثيرين. أريد ولأول مرة في القناة أن أشكر باف على رعايتهم لهذا الفيديو. أيضا إذا تريد دعم القناة ماديا قم بصنع باتريون، يمكنك الاشتراك بمبلغ رمزي جدا والحصول على مميزات في القناة، أيضا ستجدون الرابط في الديسكريبشن. فبدون إطالة في الكلام فلنبدأ. كالعادة أقول سيكون الترتيب حسب الرانك والبرو بلاي، يعني يجب أن تسمعوا شرحي عن الشخصية، فقد تكون شخصية قوية في الرانك وضعيفة في البرو بلاي أو العكس. وفي النهاية سأتكلم عن تشامبر وأقول لكم توقعاتي لمكانه في التير ليست، وسنركز على رانك الإمورتال والوين ريت فيه، ذلك لكي تستطيع الحصول على شخصية ممتازة للصعود في الرانك في السولو كيو. كما نعرف لا تستطيع أن تقوم بستاك في الرانك العالي، لذلك بما أنه الناس تلعب سولو فسوف نأخذ هذه الأرقام. نبدأ أولا بالدي تير واللي فيها أضعف الشخصيات في اللعبة واللي تحتاج لتقوية كبيرة جدا، وهذه المرة أيضا لا توجد أي شخصية في الدي تير، لذلك ستنتقل للسي تير واللي فيها شخصيات ليست الأفضل ولكن قد تنفع في بعض الأحيان. أول شخصية والشخصية الوحيدة في السي تير سيكون يورو. لن أحتاج للكلام كثيرا عنه، كالعادة ننتظر ريورك الشخصية واللي تتكلم عنه رايوت منذ وقت طويل وإلى الآن لم نره، ولكن سيحصل له ريورك يغير من قدراته لأن المشكلة في قدرات الشخصية التي لا تنفع. صحيح أنك ربما قد فزت بيورو مرات ولكنه لن ينفع خاصة في الرانك العالي، وهو الآن بوين ريت 41% وهو كما موضح وين ريت سيء جدا. ننتقل للبي تير واللي فيها شخصيات جيدة وتستطيع الفوز بها وجيدة فيما تفعل. نعم انتقلنا للبي تير بسرعة بما أن هناك شخصيات كثيرة جيدة. أول شخصية سيكون بريمستون. بريمستون لم يعد شخصية في السي تير وهو الآن بوين ريت 50%. الشيء الجيد في بريمستون هو سهولة هذه الشخصية، يعني أنه بإمكانك التركيز على الجيم بلاي بدون الخوف من صعوبة قدرات الشخصية، ولكنه ليست الشخصية التي تقوم بكاري للتيم بشكل جيد، يعني خاصة عندما نتكلم عن الكنترولرز أسترا فايبر وأومن، فتشعر أنه سموكس خاصته محدودة نوعا ما ولن تستطيع أن تكون حرا بسموكس مثل ما تكون مع أسترا أو أومن مثلا. الشخصية اللي بعدها هو سايفر بونري 47%. تكلمت عن سايفر كثيرا، هو الآن في البيتير منذ وقت طويل، شخصية جيدة ولكن كيل جوي تغطي عليه بالكامل، وهو حاليا يحتاج لتقوية ولكن ليست تلك التقوية الكبيرة جدا لأنه سوف يصبح OP كما كان في بداية اللعبة، وإلى ذلك الحين سيبقى في البي تير. الآن سنتكلم عن الشخصية اللي بعدها في البي تير وهو كي أو. في الحقيقة يا جماعة كي أو يمكن أن يكون شخصية جيدة جدا خاصة إذا كنت مضطر للعب بشخصية سبورتيف للتيم، فهو كالشخصية التي تجمع بين كل أنواع الشخصيات، دولست يمكن أن يكون سنتينل، يمكن أن يكون يعني انشيتر، أي شيء، فهو يستطيع القيام بالكثير، يكون جيد في الدفاع، يكون جيد في الهجوم، ولكن الفلاش خاصته يمكن استعمالها كسبورت فلاش وليس كفلاش مثل الخاصة ببريتش، ولكن الألتمت خاصته قوية جدا وهو الآن ب 45% وين ريت، يعني إذا تريد لعب الشخصية فهو جيد ولكن هناك شخصية أفضل منه. ننتقل الآن للأي تير واللي فيها شخصية قوية جدا وممتازة ويمكن القيام لكاري للتيم بها. نعم توجد الكثير من الشخصيات في الأي تير، الكثير من الشخصيات في فالورنت الآن قوية، وأول شخصية في الأي تير ستكون رينا بوين ريت 50% في الإمورتال و 51% في الجولد. رينا من أفضل، أو في الحقيقة رينا أفضل شخصية للصعود من الرانك المنخفض، لكن تصبح قيمتها أقل قليلا في الرانك العالي بما أنها لا تعتمد على التيم، ففي الرانك المنخفض هي OP. إذا أنت الآن في الرانك المنخفض ليست في الأي تير
رينا الآن S بلس تير بالنسبة لك. أما في الرانك العالي ستكون أقوى شخصية في البي تير أو ربما الأي تير يعني بينهم. الشخصية جيدة وأنصح الجميع بها. الشخصية اللي بعدها سيكون بريتش. بريتش لسبب ما أصبح ممتاز في هذا الأك، فهو شخصية كانت تملك وين ريت سيء جدا، ولكن الآن بعد تغييرات كثيرة لها أصبح بوين ريت 51% وبيبيك ريت محترم، وهو جيد للقيام بكاريل التيم. لكن أعيد كلامي عنه منذ فترة طويلة، لأنه رغم ذلك لو كنت الآن في الرانك المخفض قد أضع بريتش في البيتير، لأنه سيحتاج لكوردينيشن كبير مع التيم. تحتاج لذلك الدولست الذي سيقوم بداش أول ما تقوم بفلاش أو يقوم براش عندما تقوم بفلاش، وتكون هناك يعني سينرجي مع التيم. لكن رغم ذلك بريتش شخصية جيدة جدا خاصة في الرانك العالي، ويحتاج لسينرجي طبعا مع التيم، وهو شخصية قوية في ماب فراكتشر. يعني إذا أتيت في ماب فراكتشر وتعرف كيف تلعب بريتش أنصحك ببريتش. شخصية أخرى جيدة في فراكتشر وهي الشخصية اللي بعدها كيلجوي. كيلجوي شخصية قوية جدا كالعادة، لا تزال الشخصية الممتازة، تملك بيكريت عالي وأيضا وريريت 52% كأحد أفضل الوين ريتس في اللعبة. ويا جماعة إذا تريد شخصية لا تحتاج للكثير من الأيم والجام بلاي ميكانيكس وتعتمد أكثر على الجيم سنس، كيلجوي ممتازة جدا. شرحت أغلب شخصية اللعبة في القناة، في حال كنت تريد احترافها يمكنك مشاهدة فيديو كيلجوي والذي سيفيدك كثيرا. يا جماعة إذا تريدون احتراف كيلجوي شاهدوا ذلك الفيديو، وأيضا شخصية أخرى موجودة في القناة. الشخصية اللي بعدها في الأي تير سيكون أومن، ومعلومة أومن سيتم تقويته أكثر قريبا، فبالتأكيد سيكون شخصية ممتازة. السموكس خاصته قوية جدا، وأيضا طريقة لعبه فريدة من نوعها، يمكن لعبه أجريسيف أو باسيف، وستجد أنه شخصية جيدة في أي حالة بالنسبة لك. يمكن أن توصل السموكس خاصته إلى أي مكان في الماب، وهو شخصية ممتازة للصعود في الرانك. الشخصية اللي بعدها في الأي تير ستكون ريس، أحد أفضل الشخصيات للقيام بكاري. صحيح أنها تملك وين ريت 49%، ولكن إذا نفكر ريز ليست شخصية سهلة. إذا كنت محترف ريز سيكون من الصعب على اللي ضدك التعامل معك. يمكنك مشاهدة فيديو احتراف ريز في القناة لتعلم كل الأسرار. نصيحة مني لكم، العبوا الشخصية بشكل أجريسيف في الأوقات المناسبة، خاصة إذا كنت الآن في رانك منخفض. الكثير يلعبون بشكل أجريسيف هناك، فيمكنك استعمال قدراتك لمعاقبتهم على ذلك، فريز هي الأفضل في القيام بذلك. الشخصية اللي بعدها ستكون سيج. كالعادة سيج ممتازة، وهي تملك أحد أفضل الوين ريتس في اللعبة وهي 51%. الوولد خاصتها قوي جدا، والتريت تصبح أصعب للي ضدك، فاللي ضدك سيحتاج لضرب شخص ليس ب 160 هيلث بل ب 220 بسبب الهيل، وأيضا سوف يخافون من الألتمت التي هي أقوى ألتمت في اللعبة التي ستعيد شخص إلى الحياة. لن أتكلم عن سيج كثيرا، فجميعكم يعرف كم هي شخصية مرعبة. الشخصية الأخيرة في الأي تير والشخصية السرية للصعود في الرانك يا جماعة، فينيكس. الشخصية الوحيدة اللي ممكن تعمل أي شيء بنفسها، يملك الفلاش خاصته، يملك AOE دامج، يملك وول الذي يقوم ببلوك للLOS، وأيضا هيل، ولا ننسى قوة الألتمت خاصته. يعني صحيح أني قلت أومن شخصية يمكنها أن تقوم بأشياء كثيرة، لكن فينيكس أفضل في هذا. شخصية تستطيع قيام بكل شيء. أنا أعتبر فينيكس كأحد الوحوش المخفية للسولو كيو ب 51% وين ريت في الإيمورتل، قد يصبح استير مستقبلا. الآن ننتقل للاستير. من آخر الشخصيات هنا نوعا ما OP وقد تحتاج لتضعيف بسيط، وربما عاد الشخصية الأولى وهي سكاي. سكاي الآن قد أضعها أيضا في قوة فينيكس أو تكون أقوى قليلا. نعم سكاي الآن شخصية ممتازة جدا، ولكن قد تنزل للأيتير كما قلت. صحيح أني كما قلت من قبل بريتش يحتاج لسينرجي مع التيم، ومن قبل كنت أضع بريتش وأيضا سكاي في السيتير بما أنهم يحتاجون لسينرجي كبيرة مع التيم ولا ينفعون إلا في البرو بلاي، ولكن شكرا لتغييرات الفلاش خاصتها قبل بضعة أشهر أنا حاليا تعجبني سكاي جدا، وأفضل اللعب بها كثيرا، والكثير من المحترفين أيضا يرون أنها شخصية ممتازة جدا. ولكن الورين ريت خاصتها الآن 48%، وهي شخصية ليست سهلة جدا، لذلك حاولوا احترافها وستكون شخصية جيدة لكم. طبعا الكثير يقول كيف وين ريت 48% واستير. يا جماعة ليس كل شيء بالوين ريت، نحن نستعمل الوين ريت صحيح، ولكن هناك أشياء أخرى ومقومات أخرى. قد تكون الشخصية صعبة جدا، لذلك الوين ريت يكون أقل قليلا أو تحتاج لسينرجي كثير. المهم إذا احترفت سكاي ستكون سكاي ممتازة جدا للصعود في الرانك. الشخصية اللي بعدها ستكون أسترا. الوين ريت خاصتها 50%، وهي تحتاج لبعض الجيم سينس الجيد لكي تصبح جيد بها، أو لنقل الكثير من الجيم سينس الجيد. فقدراتها بوينت اند كليك، فهي سهلة إذا نتكلم عن الميكانيكس ولا تحتاج للاين أبس، ولكنها صعبة من ناحية الجيم سينس وأين تضع ستار. فلاعب أسترا جيد يمكن أن يتحكم بالجيم بسهولة. الشخصية اللي بعدها هو سوفا، كثالث أقوى وين ريت في الإمورتال 51.2
الاثنين على ما اعتقد، وبيك ريت عالي جدا، سوفا شخصية ممتازة لإعطاء المعلومات للتيم، كما أنه قوي جدا في الهجوم، وهو لم ينزل عن الاي تير منذ نزول اللعبة، وهو يوضح كم أن الشخصية لم تملك منافس إلى الآن. الشخصية اللي بعدها على ذكر أقوى كنترولر فايبر ب 50% وين ريت، وهو عالي جدا إذا نتكلم عن البيك ريت العالي جدا، ولكن طريقة لعبها ممتازة للسولو كاري في اللعبة، فعند استعمالها بالشكل الصحيح عندما يذهب مثلا الجميع للألتمت خاصتها واحد تلو الآخر سيكون من الصعب جدا التعامل معها، ولا ننسى أنها تقوم بدينايل الفيجن بشكل كبير، الوول كبير جدا، السموكس ممتازة عندما تعرف اللاينابس، وهي شخصية ممتازة، ولكن ستحتاج لتعرف اللاينابس بها وهذه الأشياء، فإذا تريد احتراف فايبر في مابات عديدة مثل بايند يمكنك مشاهدة فيديو شرحها في القناة سيظهر فوق على اليمين الآن. أخيرا سننتقل للإس بلاس تير، الشخصية الأوبي الوحيدة جيت. جيت رغم نزولها بعد التضعيفات إلى البي تير تقريبا أو الأي تير، لا تزال شخصية قوية جدا بعد وقت، ف 17% بيك ريت، ويعني جيت موجودة في 17% من الجيمز اللي في الإمورتل وليست في الرانك المنخفض، فإذا نذهب إلى الرانك المنخفض ستكون جيت دائما موجودة، وب 50% وين ريت جيد جدا، فجيت جيدة بالأوبريتر تكون دائما شخص من الصعب التعامل معه، تجعلك جيت تتساءل أين هي ستقوم ببوش أو أين ستذهب أكثر من اللازم، كما أنها تذهب للكثير من الأوف أنجلز وتهرب بالداش. شخصية كالعادة قوية جدا في السولو كيو، ولكن إذا نتكلم عن البرو بلاي ستكون في الاس تير وليس في الاس بلاس، وقد نضع فايبر وسوفا في الاو بي تير إذا نتكلم عن الريديانت يا جماعة. نعم أنا لم أتكلم عن الريديانت. أخيرا سنتكلم عن تشامبر، وهو بما أنه لم ينزل بعد في وقت تنزيل الفيديو هذه فقط ستكون توقعات بعد رؤيتي لقدراته وتحليلها جيدا. هو شخصية تحتاج لجيم سينس وخاصة لأيم جيد، وأعتقد أنه سيكون جيد في الرانك العالي وسيء نوعا ما في الرانك المنخفض، فحاليا سأضعه في سي تير في الرانك المنخفض كأقوى شخصية في سي تير، وأيضا كأقوى شخصية في الأي تير في الرانك العالي، لذا بالمجمل سيكون شخصية بي تير ربما، لكن كما قلت هذه فقط توقعات. لا تنسوا دعمي في الباتريون في حال كنتم تستطيعون، وأيضا تحميل برنامج باف للحصول على ما تريدونه من ألعاب مجانية، وأيضا عملات الألعاب إذا كنت تريد مثلا تشير الباتل باس أو أي شيء ادخل للرابط في الديسكريبشن وستحصل على 30 نقطة مجانية. وبما أنك وصلت لهذه المرحلة فأتمنى منك تقدير تعبي بلايك واشتراك. شكرا على المشاهدة، سلام عليكم.